الصف الخامس الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل نماذج الوزاره مراجعه شهر اكتوبر. ركزوا معايا يا حبايبي. الاسئله زي ما احنا شايفين، السؤال الاول بيكون سؤال اختياري، اختر الاجابه الصحيحه او اجب على الاسئله التاليه بعد قراءتها جيدا. ما الطريقه الصحيحه لقراءه العدد 2 وبعدين علامه وهنا 7 1 4؟ لما اجي اقراها بقول 2714 جزءا من 1000، يبقى 2714 جزءا من 1000 هناخد الاختيار د. اقول له 2714 جزءا من ايه؟ من 1000. السؤال اللي بعده، اكتب العدد التالي بالصيغه القياسيه 23527 جزء من 1000. شايف يا حبيبي؟ 23 ممكن اكتب 23 واعمل علامه، وهنا 517 جزء من 1000، 517 جزء من 1000. السؤال اللي بعده، اي جمله مما يلي تقارن قيمه الرقم 5 في الاعداد التاليه بطريقه صحيحه؟ اختر اجابتين صحيحتين. رقم 1 بيقول لي قيمه الرقم 5 في العدد 354 و27 من 100 هي نفسها في العدد 760 و 53 جزء من 100. طبعا غلط، لان الخمسة هنا في خانة العشرات وهنا الخمسة جزء من العشرة، دي غلط. قيمة الرقم 5 في العدد 354 و27 جزء من 100 اقل 10 اضعاف من قيمتها في العدد 125 و94 من 100. تعال نشوف كده، الخمسة هنا قيمتها تبقى بكام؟ ب50 لان هي في العشرات، والخمسة هنا في الاحاد، فقيمة الرقم 5 في العدد الأول ب50 أقل 10 أضعاف من قيمتها في العدد كذا. لا غلط برضه، لأن لو ضربت 5 هنا في 10 هتساويها، المفروض تساوي 10 أضعاف قيمتها في العدد، لأن 10 أضعاف قيمة الرقم 5 هنا تبقى ب50. خد بالك المسائل اللي إحنا بناخدها يا أولاد طرق، يعني أفكار جديدة في الأسئلة، مسائل مش متعودين عليها، فأنت تقرأ السؤال وحاول تفهم معايا. هو بيقول لك قيمة الرقم 5 في العدد الأولاني أقل 10 أضعاف من قيمته في العدد الثاني. لا أنا أقول غلط، لأن المفروض تساوي، المفروض تبقى تساوي، لأن 5 هنا ب50، ب50 10 أضعاف قيمته في العدد الثاني. طيب قيمة الرقم 5 في العدد الأول هنا ب50 أهو، أكبر 10 أضعاف من قيمته في العدد 125 و94 جزء من 100، صح ولا غلط؟ الخمسة هنا ب50 والخمسة هنا بكام؟ ب5. هل أكبر 10 أضعاف من قيمته هنا ولا لأ؟ المفروض تساوي برضه يا أولاد، لأن هنا 5 في 10 ب50. طب قيمة الرقم 5 في العدد الأول اللي هي 5/10 أكبر من 10 أضعاف قيمته في العدد 125 و94 جزء من 100. ها هنا الخمسة هنا بكام؟ قيمتها ب5. 5 أحد أكبر. طيب ديت أكبر من 5 جزء من 5 جزء من 10. تمام؟ قيمة رقم 5 في العدد الأول 5 جزء من 10 أكبر 10 أضعاف، لا يعني لو ضربت في 10 العدد ده في 10 تبقى ب50، تمام. طيب قيمة رقم 5 في العدد الأول تبقى 5/10 أقل 10 أضعاف من قيمته في العدد اللي هنا، الخمسة في 10 بكام؟ 50. ب50 هي 5 تبقى ب50، 5/10 أقل من دي، يبقى ناخد الاختيار إيه؟ جيم. فكر في قيمة الرقم 3، 3 هنا قيمتها ب30. أي عدد به الرقم 3 يساوي جزء من 10 من تلك القيمة؟ ها أي عدد من دول به الرقم 3 بيساوي جزء من 10 من تلك القيمة في الاختيارات اللي عندك؟ إيه رقم ج؟ جزء من 10. مين الجزء من 10 اللي هي إيه؟ رقم ج. رقم ج، يبقى أي عدد به الرقم 3 يساوي جزء من 10 اللي هو مين؟ الإجابة ج. التلاتة هنا في خانة الجزء من 10، فهمتوا؟ لأن التلاتة هنا كانت في العشرات، هنا بقى عايز الرقم اللي في خانة الجزء من إيه؟ من 10، يبقى 150 وهي 30. لاحظ العدد التالي المكتوب بالصيغة الممتدة، 200 زائد 50 زائد 3 زائد 7/10 زائد 1/100. عايزين نكتبه بالصيغة القياسية، يبقى أنت عندك 3 أحاد، 5 عشرات، 2 مئات، ونعمل علامة جنبها 7 جزء من 10 و 1 جزء من 100. اختر تعبيرين رياضيين لهما نفس قيمة العدد 17
248 جزء من 1000. هي أول واحدة. أول واحدة 8 جزء من 1000، 2 جزء من 100، 4 جزء من 100. لا 4 جزء من 100. 2 جزء من 10، تمام شاطر. إيه تاني؟ إجابتين. أه في إجابة كمان زيها. أه رقم د. من جزء من الأربعة كانت جزء من 100 صح؟ والاتنين جزء من إيه؟ من 10، هي الإجابة ج. شايفة؟ 8 جزء من 1000 والأربعة جزء من 100 والاتنين جزء من 10 وهنا 17. صنف كل عدد في الفئة الصحيحة بوضع كلمة إجابة صحيحة من بنك الإجابات في الجدول أدناه. عند بنك إجابات وبيقول لي عايزين هنا نجيب عدد أصغر من 7.3، نكتبه وعدد يساويه وعدد أكبر منه. طيب يلا قول 7.3 أكبر من مين في الاختيارات دي؟ ها أكبر من 7.3 جزء من 1000. سبعة لا يساوي 7.3 جزء من 1000، تمام. 7.3 أكبر من 7.3، شاطر. وعندي 7 و 299 من 1000. من 1000 7 و 299 من 1000. طيب 7.3 بتساوي مين؟ مين زيها؟ 7.300. 7 دي علامة بقى 20. 7 و 300 جزء من 1000. طيب مين الأكبر؟ 7.3. 7.4. وإيه تاني؟ و 7.31. 7.31 من 100 أكبر من 7.3. نشوف الصفحة رقم 3. قرب إلى أقرب جزء من 10. العدد 35 و46 من 100 يا أولاد. 35 و46 من 100 أقرب جزء من 10. فين خانة الجزء من 10؟ 35 هي 5 جزء من 10. أيوة الستة تبقى 4-1. أيوة هي الإجابة. اختر الإجابة المناسبة لإكمال الجمل التالية. لإيجاد قيمة العدد 7 و 968 من 1000 المقرب إلى أقرب جزء من 100، لاحظ أولاً الرقم في نقط. ها؟ لاحظ الأول، بيقول لك لما تيجي تقرب لأقرب جزء من 100، بنلاحظ الأول الرقم الموجود في خانة إيه؟ الرقم الموجود في خانة الجزء من 100. جزء من 100؟ أنت عايز تقرب لأقرب جزء من 100، لاحظ أولاً الرقم الموجود فين؟ في جزء من 100 اللي هو الست. ثم يقرب إلى 8 تدل الستة 1 تبقى 7. يبقى 7 علامة 9 إيه؟ 7. أهو. فهمتوا؟ يبقى عشان اقرب العدد الاقرب جزء ما بلاحظ الرقم الموجود في خانه ايه؟ الجزء ال 100 اللي هو اللي عليه، اشوف اللي على يمينه رقم كريم ولا لا، رقم 8 كريم هيعترضها، يبقى 6 تبقى 7. طيب اي كسر عشري يمكن تقريبه الى 229 من 1000؟ اختر اجابتين صح. مين في الاختيارات؟ في اجابتين صح هيقربوا لاقرب جزء من 1000. مين الاختيارات؟ تقرب تديك 229 من 1000 الاختيارات. تتقرب ل بأني طريقة؟ يعني مثلا هنا ال 8 في خانة الجزء من 1000 الاثنين ما تديهاش، يبقى دي غلط. ال 4 ما تديش ال 8 غلط. ال 6 تدي ال 8 1 تبقى 9 تبقى دي صح. ال 3 ما تديش ال 9 تبقى دي صح. دي 300 غلط، يبقى أنت هتاخد الإجابة بتاعتك عشان تقرب لأقرب إيه؟ العدد 229 جزء من 1000. فتشوف خانة الجزء من 1000 وتشوف الرقم اللي على اليمين هيعطيها ولا لا. لان في ثلاث ارقام هنا، لما يبقى في ثلاث ارقام يبقى انت هتقرب لاقرب جزء من 1000. ما عدد الاجزاء من 10 في مجموع العددين 6.3 و5.463 من 1000؟ كم جزء من 10؟ 11 و763. كم جزء من 10 بقى؟ يبقى انت هتجمعهم الاول وبعدين تشوف الرقم 7 اللي في خانه الجزء من 10 يطلع 7. يبقى بنجمعهم يا اولاد. طبعا لازم نساوي الاجزاء، هنجمع فما يقول لي عدد الاجزاء من 10، بشوف مين الرقم الموجود في جزء من 10. 7. بقول يبقى عندك 7 اجزاء من 10. هنا بيقول لي اوجد مجموع 5.46 من 100 زائد 4.578 من 1000. يا حبايبي لازم نتاكد الاول ان القصور متساويه، يبقى 5.46 من 100 نحط جنبها ايه؟ صفر. هنا 4 و
خمسة سبعة ثمانية، نجمع ثمانية وصفر ايه؟ ثمانية، ستة وسبعة تلتاشر، تلاتة ونطلع بالواحد، أو أربعة تبقى خمسة، خمسة وخمسة عشرة، صفر ونطلع بالواحد، أو خمسة تبقى ستة، ستة وأربعة ايه؟ عشرة، فيطلع عشرة وثمانية وتلاتين جزء من ألف. قدر مجموع العددين ثم ضع إجابتك في الفئة الصحيحة في جدول أدناها. ده بنك الإجابات. عايز ايه؟ عايز التقدير. عايز مجموع العددين، اقرأ كده، قدر مجموع العددين. التقدير يعني همسك كل عدد أقربه لأقرب وحدة، وبعدين أجمع النوايا. تفضل اتنين وديت تبقى هنا تقديرها اتنين، ماشي؟ ديت تبقى 16. 16، مجموعهم بكام؟ 18. مجموع 18، يبقى الناتج المقدر 18. طيب، يبقى بنك الإجابات هنختار منه 18 أهو. طيب لما نيجي نجمعهم بقى عشان نجيب الناتج الحقيقي، يبقى طريقة الحل كنا بنعملها إزاي يا ولاد فاكرين؟ كنا بنجيب العدد الأول 15 و 65 من 100 زائد 2 و 211 من 1000، ونعمل هنا سهم وهنا سهم، ونقرب دي لأقرب وحدة، ونقرب العدد التاني لأقرب وحدة ونجمعهم. تعالى بقى عشان نشوف الناتج الفعلي. 0 و 1 هي 1، 5 و 1 6، 6 و 2 8، 15 و 2 17، يبقى التقدير إيه؟ مقبول. يبقى التقدير ماله؟ مقبول أو معقول. هنعمل صح هنا. فهمت؟ يبقى أنت جبت الناتج الفعلي وناتج التقدير. ما أفضل مجموع توصلت إليه بالتقديرات للمسألة؟ 3 و 24 من 100 و 5 و 665 من 1000. أفضل تقدير. أفضل تقدير برضه بنفس الطريقة. الاتنين ما تديش حاجة للتلاتة، هنكرر دي الأقرب وحدة، والستة تدي الخمسة، واحد تبقى إيه؟ 7. أفضل تقدير ها تبقى 7. ونزود عليها 3 تديك كام؟ 10. 10، بس ال 10 مش موجوده في الاختيارات، يبقى احنا هنقدر باستخدام التقريب لاقرب جزء من 10. فاهمين؟ يبقى ال 4 ما تديش حاجه للاثنين، قرب الاولاني لاقرب جزء من 10، ماشي؟ والثاني لاقرب جزء من 10. يبقى 5 علامه، 5 تدي ل 6 1 تبقى 7. يبقى 7 و2 9، و5 و3 ايه؟ 8. يبقى 8 وكام؟ و9 من 10. هل دي موجوده في الاختيارات؟ انت عندك موجود 9 و8 من 10، وهنا 8. 8 و6 من 10 وهنا 9. يبقى أفضل تقدير لها كام؟ طبعا 9 3 ل 8 1 تبقى 9، يعني 8 و9 من 10 أفضل تقدير لها 9. طب أنت عايز تتأكد من الحل بتاعك، بتقوم جايب 5 علامة 6 5 6 و3 و24 من 100 وتجمعهم. 6 و0 هي 6، 5 و4 9، 6 و2 8، و5 و3 8. أفضل تقدير يعني الناتج اللي طلع ده تقريبا لأقرب وحدة يبقى كام؟ 9. يبقى أفضل تقدير للمسألة يبقى كام؟ يبقى 9. لاحظ معايا ان التسعه هي الاقرب لمين؟ للعشره، لان انت لما جيت تقرب لاقرب وحده طلع الاولى بثلاثه والثانيه طلع بخمسه، طلع بسته. دي المفروض تبقى تسعه، صح؟ تعالى نراجع كده تاني، السته تدي الخمسه واحد تبقى ايه؟ السته الخمسه واحد تبقى ست. اه لا لا كده صح، احنا كنا اصلا من الاول المفروض كنا عملنا كده بدل ده كله. احنا كنا عملناها من الاول مش مظبوطه، ركز معايا. حبيبي لما يقول لك افضل تقدير هتقرب لاقرب وحده. يعني تاخد العدد ده قربه لاقرب وحده زي ما عملنا في التمرين اللي فات في الصفحه اللي فاتت، ناخد كل عدد وايه؟ ونقربه لاقرب وحده ونجمعهم. هنا المفروض نعمل كده، يبقى انت بتاخد العدد الاولاني تقربه لاقرب وحده والثاني لاقرب وحده وتجمع النواتج فيطلع افضل تقدير هو 9. الناتج الحقيقي طلع 8 و8 من 10 او 8 و896 من 1000. تمام؟ فالتقدير هنا مقبول، يبقى افضل مجموع توصلت اليه التقديرات هيطلع كام؟ 9. لو انت حتى قربت الاقرب جزء من 10 والاقرب جزء من 10 وجمعتهم 8 و9 من 10 قريبه للتسعه. شوف يا حبايبي التمرين اللي بعده. لاحظ شبكتي جزء من الماء التاليتين واستخدم النموذج لتحديد الاجابات لاكمال مساله الجمع. ركز معايا كده، احنا عايزين نجمع. طب نجمع مين يا اولاد؟ مين ومين اللي هيتجمعوا؟ انت عندك هنا وحده كامله، يعني اللون اللي هو اسود ده غامق واسود غامق هنا ده حاجة واحدة، فممكن نكون منه عدد. العدد الأولاني واحد أهو، ماشي؟ واحد صحيح، ده واحد في خانة الأحاد. العمودين دول يعني جزء من 10 اللي هم عمودين اتنين، والجزء من 100 واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، تقوم كاتب إيه؟ سبعة، تبقى واحد وسبعة وعشرين من 100. طب المربعات اللي هي الفتحة اللي هو الفاتح ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10 11 12 13 14 15، شايفهم يا ولاد؟ انت ممكن تعملهم اعمده، يعني ممكن تعملها بايه؟ اعمده. انا لو هناك بالاكس ده اهو هتشوف كام عمود. العمود ده عباره عن الجزء من 10، كام عمود؟ 1 2 3 4، اربع اعمده، صح يا ولاد؟
دول اربع اعمده يا اولاد، يعني اعمل صفر علامه وهم كاتب 4 جزء من 10 وعندي 3 مربعات صغيرين جزء من 100. فلما اجي اجمع 3 و7 10 0 واطلع بالواحد على 4 تبقى 5، 5 و2 تبقى 7 وننزل 1 فتبقى 71 جزء من 100. يبقى ناخد من بنك الاختيارات 71 جزء من 100. والعدد الاولاني كان 1.27 من 100 والعدد الثاني كان 34. يبقى انت بتعلم على الاجابات بتاعتك من 43 41 43 من 100. فهمت الطريقه؟ يبقى طالما اسود ده يعني ده عدد صحيح وده كسر، عمودين يبقى جزء من 10، 7 مربعات صغيره يبقى جزء من 100، هنا 4 اعمده و3 مربعات لوحدهم يبقى 4 جزء من 10 و3 جزء من 100. الاسئله اللي بعدها هنا، ما عدد الاجزاء من 10 في مجموع العددين؟ السؤال ده لسه عاملينه من شويه صح؟ الصفحه دي لسه حلينها. عدد الاجزاء من 10 احنا قلناها كانت 7، 7 اجزاء من 10 ايه؟ صح؟ هي نفس الصفحه ايه اللي احنا حليناها متكرره، ماشي؟ تمام، تعالوا نشوف صفحه ثانيه رقم 6. لاحظ الشكلين، شكلي جزئين من ماء التاليين واكتب اي معادله تطابق نموذج مساحه المستطيل اللي عندك. طيب احنا نعملها ازاي يا مستر؟ والله هنكتب العدد الكبير الاول متلون بالاسود، متلون بالاسود واحد وحده كامله، وكم مربع؟ نعمل علامه عشريه. عندك عمود اهو، عندك عمود شايفه؟ عمود اهو ومكتب واحد، وكم مربع؟ واحد اتنين تلاته اربعه اهو، يبقى عمود كامل يعني واحد، لا مربع كامل ده يعني واحد، وعمود يعني واحد جزء من عشره، واربع مربعات صغيره ليها جزء من 100. الاكس دي معناها هننقص كام عمود؟ هتنقص كام عمود؟ عمودين اهم تعلم حرف الاكس، يبقى تعمل ايه؟ عمودين يعني جزء من 10، 2 جزء من 10، خد بالك عمودين يعني 2 جزء من 10 و7 الباقيين، و7 جزء والباقيين 7 جزء من 100. هنطرحهم من بعض ازاي؟ 4 ناقص 7 ما ينفعش نستلف، يبقى هنا 14 ناقص 7 ب 7، 0 ناقص 2 ما ينفعش نستلف، يبقى 10 ناقص 2 ب 8، نعمل علامة وجنبها ايه؟ الصفر. فهمتوا؟ يبقى المعادلة اللي هنختارها اللي هي الإجابة ج. قدر قيمة طرح العددين عن طريق التقريب لأقرب جزء من 10. هنا حدد لك طريقة التقريب. ممكن يقول لك باستخدام استراتيجية استراتيجية التقريب من أول رقم اليسار، أو ممكن يقول لك قدر، تمام؟ استخدام العدد المميز، فيها طرق كتير. فهو هنا لما يقول لك قدر، شوف هو طالب منك ايه؟ قال لك قدر بس، يبقى انت هتقرب لاقرب وحده وتحلها، دي تحلها لاقرب وحده ودي تقربها لاقرب وحده وتطرحهم من بعض. هنا حدد لك جزء من 10، يبقى لازم تعمل كل واحده لاقرب جزء من 10. هنا 5 4 علامه ايه؟ 7، وهنا 2 3 علامه 9، تدي 5 1 تبقى كام؟ 6. شايفين؟ قرب بقى، ال 7 ناقص 6 يديك 1، اعمل علامه 4 ناقص 3 ب 1، 5 ناقص 2 بكام؟ ب 3، يبقى 31 1 من 10. يبقى انت كده قدرت باستخدام التقريب لاقرب جزء من 10. مفهوم؟ شوف السؤال اللي بعده. تعالوا نشوف جدول القيمه المكانيه. يمكن بيقول لي ايه؟ اي جدول يمكن استخدامه للمساعده في حل التعبير الرياضي اللي عندي، اللي هو 98 و4 من 10 ناقص 7 و56 جزء من 100. اي جدول من كام جدول؟ عندي اربع جداول اهم يا اولاد. طيب يا حبيبي كام؟ هو عايز كام؟ اي جدول يمكن استخدام المساعده في حل التعبير الرياضي الاتي؟ يعني ايه الجداول المكتوبه صح؟ 98 هنا 98 جزء، يعني 8 احاد، اول واحده مظبوطه، اللي بعدها 6 جزء من 100، 5 جزء من 100، 5 جزء من 10 دي جزء من 10 مظبوط. يبقى الاول ايه؟ ده جدول نقدر نستخدمه يعني في توزيع، توزع كل عدد، يبقى الاول صح. طب اللي بعديه؟ وزعه غلط، عمل 70 ده غلط. هنا عمل ايه؟ 98 0 4 لا ده غلط، غلط 4 جزء من 10. هنا حط 5 غلط، ليه بقى غلط كده؟ ازاي؟ ما ينفعش احط 5 اصلا هنا. ده هو العدد 7 و56 من 100. اول جدول عندي ده اللي صح، 7 و56 من 100، بتوزع 7 في الاحاد، 5 جزء من 10، 6 جزء من 100. وهنا 98 و4 من 10. ما قيمة الطرح العددين 34 و 397 جزء من 1000 و 26 من 100؟ دي بيقول لك يعني اطرحها، طلع الناتج يعني. تقوم عامل ايه؟ تقوم كاتب العددين تحت بعض، وانت بتكتب اكتب العلامة تحت العلامة، واللي هنا 1 وايه؟
و26 من 100 وتطرح. لما تيجي تروح تساوي الاجزاء كده اهو عشان ما تلخبطش، 7 ناقص 0 ب 7، 9 ناقص 6 ب 3، 3 ناقص 2 ب 1، 4 ناقص 1 ب 3، 3 ناقص 0 ب 3. فيطلع العدد 33 و 137 من 1000. طيب السؤال اللي بعده، ما الاستراتيجية التي تساعد في حساب تقدير معقول للمسألة؟ هنا بيقول لي 457.5 ناقص 82 و35 من 100، اختر اجابتين صحيحتين. دلوقتي الاستراتيجية التي تساعد في حساب التقدير، ركز معايا كده يا حبيبي. لما اجي اقول استخدم استراتيجية، ما ينفعش اقرب الاولين مثلا لاقرب 10 والثاني اقربه لاقرب 100، غلط. لازم الاثنين يقربوا بنفس ايه؟ نفس الطريقة. الأول 457.5 قربت 460 على قربت لأقرب 10، فعلا لأن السبعة تبدل 5 1 يبقى 6. هنا قربت بقت 80 لأقرب 10، صح؟ الاثنين ما تديش حاجة، يبقى أول واحدة صح. فهمتوا؟ يبقى هنا قرب لأقرب 10 وهنا لأقرب 10. طيب 457.5 بقت 500 قربها لأقرب 100، بس هنا 82 قربها لأقرب 10، ما ينفعش أقرب هنا لأقرب 100. دي غلط يا ولاد، اقرب لاقرب 100 وبعدين اقرب لاقرب 10 غلط، لازم لما اقرب لاقرب 100 هنا اقرب لاقرب 100 هنا. طب اللي بعدها، العدد اتقرب لاقرب 100 طلعت 400 بس غلط، يعني دي قربها قربها غلط اصلا، فالمفروض يبقى ايه 500، فدي غلط اصلا من غير بقى ما اكمل، ماشي. طب اللي بعدها، تقريب 457.5 بقى 500، دي صح. وتقريب العدد ده بقى 100 لانه قربوا الاقرب 100، ال 82 اتقربت بقت 100، ليه؟ لانهم حاطين صفر على الشمال كده، التمام تبدل الصفر 1 تبقى ايه؟ 1 وجنبها صفرين 100، يبقى دي صح. يبقى هو قرب الاولاني الاقرب 100 طلع ب 500، وقرب الثاني الاقرب 100 طلع ب 100، دي صح. حبايبي المسائل دي جديده وعايز اقول لكم افكارها تقيله، ركز معايا. هو بيقول لي انهي استراتيجيه صح؟ ما ينفعش يقرب مثلا الاولاني لاقرب 100 والثاني لاقرب 10، ده غلط، ده مرفوض. فهمتوا؟ هو هنا قرب بس ما جه قرب قرب غلط في جيم. ده صح لان ما قرب قرب صح. الخمسه عدت الاربعه بقت خمسه، هنا 500 وهنا 82 بقت 100. تقريب العدد الاخير بقى، ده تقرب لاقرب ايه؟ ها؟ لاقرب وحده، وده تقرب لاقرب 100، ما ينفعش. ما ينفعش هنا يقرب لاقرب وحده وهنا لاقرب 100، يبقى دي غلط. فهمتوا يا اولاد؟ يبقى لما اجي احل مساله زي دي اشوف هو قرب العدد الاولاني بنفس المكان ولا لا، يعني قرب لاقرب ايه؟ الاولانيه اللي معانا الصح، اجابتنا هتبقى الف ودال. ليه؟ لان هنا قرب لاقرب 10 وهنا قرب لاقرب 10 والنواتج صح. وده صح لانه قرب لاقرب 100 طلعت 500 وقرب لاقرب 100 طلعت 100، يبقى اجابتكتين الصح اللي هما مين؟ الالف والدال. خلاص؟ ما نستعجلش في السؤال ده، سؤال مهم. ماشي. مساله بعدها مساله كلاميه، بيقول سبحة علي 24.7 متر. سبحة علي 24.7 أمتار في البحر الأحمر، بينما سبحة رامي 14.5 متر. ما إجمالي عدد الأمتار التي سبحها كل من علي ورامي؟ ما هتجمع الاثنين مع بعض، هتجمع المسافة اللي سبحها علي والمسافة اللي سبحها إيه؟ رامي. يعني تقول له 24.7 زائد 14.5، وبعد ما تخلص تكتب التمييز متر، تقول 7 و5 12 2 وتطلع بالواحد، على 4 تبقى 5، 5 و4 9، 1 و2 3، يبقى المسافة اللي مشوها هما الاثنين مع بعض 39.2 متر. فهمنا؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ جمعنا 24.7 و14.5، طلعت كام؟ 39.2 متر. اقرا اللي بعدها كده، مسألة رقم 12، بيقول لي تسلق عثمان 5.6 كيلو متر من جبل الزبير، من جبل الزبير، بينما تسلق ناجي 2.9 امتار. كم متر تسلقه عثمان؟ اكثر من ناجي. اكثر من دي يعني تطرح، يعني هو اكثر منه قد ايه؟ في فرق بينهم. عثمان تسلق 5.6 متر كيلو متر، والتاني ناجي تسلق 2.9 متر، يبقى هنطرح 5.6 اشيل منها كام؟ 2.9، قول 6 ناقص 9 ما ينفعش، يبقى 16 ناقص 9 يديني 7، و4 ناقص 2 ب 2، يعني 2.7 ايه؟ كيلو متر. يبقى هنا بيقول لي كم متر تسلقه عثمان اكثر من ناجي، يبقى نطرح المسافتين من بعض، بكتب الكبير فوق والصغير تحت، محدش يقول لي 6 ناقص 9 ب 3 ويبدل في الطرح، لا، انت لما تطرح صغير ناقص كبير ما ينفعش، بتستلف من اللي جنبها. مفهوم؟ تعالوا نشوف يا اولاد التحقق المفهوم الاول في الوحده الثانيه. خلاص،
المفهوم الأول كان بيتكلم عن التعبيرات الرياضية والمعادلات والعالم من حولنا. أجب على الأسئلة التالية بعد قراءتها جيدا. هنا بيقول لي اقرأ العبارات الرياضية التالية في بنك الإجابات ثم صنفها بوضع كل عبارة في العمود المناسب لها. يعني هتقرأ وتقول ديت معادلة ولا تعبير رياضي ولا ليس أي منهما؟ ها وكده أول واحدة كتلة سمرة الكمثرى 178 من 1000 كيلو جرام والتفاحة 215 ألف كيلو جرام. طبعا دي ليست ايه اي منهما، دي كلام مكتوب بس، دي مسألة كلاميه هو ما طلبش حاجه، دي كلام خطأ، هو مسألة مكتوبه كده، ده ايه، دي معلومه موجوده. طيب هنا 2.4 من 10 زائد 3.9 من 10 دي تعبير رياضي، ده تعبير رياضي تمام. 34 زائد 17 زائد ام برضه تعبير رياضي. 17 و2 من 10 زائد 8 و1 من 100 يساوي 25 و21 من 100، ده معادله تمام. لا قصدي دي معادله لان فيها علامه تساوي، الفرق بين المعادله والمعادله تعبير رياضي، المعادله فيها علامه تساوي، تعبير رياضي مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه ايه يا اولاد؟ مفيش فيه علامه تساوي. طيب هنا دي برضه معادله لان هنا 15 و76 من 100 ناقص اكس يساوي 3 و24 من 100، تبقى دي ايه؟ معادله. طيب طول الشريط الازرق هو 12 ونص والشريط الوردي 7.6، مفيش مطلوب اصلا، دي ليست اي منهما. شوف يا حبايبي السؤال اللي بعده، الحقوا برضو مفهوم الاول في الوحده الثانيه. جاب لي المعادله بيقول لي 5.27 من 100 زائد اكس بتساوي 21.8 من 100 تمثل مجموع كتله الثمرتين، اي جمله مما يلي صحيحه؟ يجب أن تحتوي المعادلة على رمز لأن كتلة ثمرة واحدة مجهول. الرمز في المعادلة غير ضروري لأن كتلة الثمرتين معلومتين. يجب أن تحتوي المعادلة على رمز لأن مجموع كتلة الثمرتين مجهول. ها؟ أنت فاهم إحنا بنقول إيه؟ مش أنت عندك كتلة هنا 5.27 من 100 زائد إكس بتساوي 21.8 من 100. دي بتمثل مجموع كتلتي السمرتين، يعني الكتلة الأولى كانت 5.27 من 100 والإكس دي الكتلة الثانية، يبقى دي السمرة الأولى ودي السمرة إيه؟ الثانية. طيب أي بقى جملة صحيحة؟ يقول لي يجب أن تحتوي المعادلة على رمز لأن كتلة سمرة واحدة مجهول. يعني أنت عارف كتلة أول ثاني، يبقى دي إيه صح؟ يبقى المعادلة اللي عندي لما تيجي تكتبها لازم تحتوي على إيه؟ على إكس. ليه؟ لأن أنت عارف كتلة السمرة الأولى ومش عارف كتلة السمرة الثانية. فيبقى كتلة الثمرة الأولى 5.27 من 100 زائد إكس بيديك 21.8 من 100، دي كتلة الثمرتين. طب الرمز في المعادلة غير ضروري؟ لا، هما الكتلتين ما نعرفهمش. ليه؟ لأن هو جامع الكتلتين مع بعض وأعطيك 21.8 من 100، فلازم تحتوي على رمز. طب بيقول يجب أن تحتوي المعادلة على رمز لأن مجموع كتلة الثمرتين مجهول. غلط، كتلة الثمرتين مش مجهول، موجودة أهو. طيب الرمز في المعادلة غير ضروري لأن مجموع الكتلتين السمرتين معروف. هو الكتلتين، لا الرمز ضروري طبعا عشان أعرف منه إيه؟ الكتلة، الكتلة بتاعت السمرة التانية، ما أنا عندي كتلة السمرة الأولى وكتلة السمرة التانية مش موجودة، فالرمز في المعادلة لازم يبقى ضروري موجود عشان أجيب إيه؟ كتلة سمرة من الاتنين، واحدة فيهم مجهولة، يعني واحدة مجهولة، يجب أن تحتوي المعادلة على رمز أن كتلة سمرة واحدة مجهولة. يبقى ليها اعملها ايه؟ غلط، وانا اختار الاجابه الاولى. يبقى يجب ان تحتوي المعادله على رمز لان كتله الثمره واحده مجهوله. انت عارف كتله الثمره الاولى لكن ما تعرفش كتله الثمره الثانيه، وعارف ان مجموعهم هما الاثنين 21.8 من 100. نشوف اللي بعدها. تدرس وفاء، تدرس وفاء عن جبل النبي شعيب وجبل الشام وعرفات أن ارتفاع، وعرفت أن ارتفاع عرفت جبل أن شعيب جبال ارتفاع تاني، وعرفت أن ارتفاع جبل شعيب، ارتفاع جبل شعيب هو 3.76 من 100 كيلو متر، وأن مجموعة جبلين مع بعض 6.795. يا شباب وفاء، حبايبي وفاء، بتدرس ارتفاع جبل شعيب وجبل الشام، في جبل اسمه جبل شعيب وجبل الشام، وعرفت إن ارتفاع جبل شعيب كان 3.76 من 100 كيلو متر، وإن مجموعهم هما الاتنين مع بعض 6.795 من 1000، ده مجموعهم مع بعض. ما المعادلتان اللتان يمكن لوفاء حلهما لإيجاد ارتفاع جبل الشام؟
عشان تجيب الارتفاع الناقص انهي معادله في دول تبقى صح. ركز كده وقول لي المجموع اهو، ده المجموع وده ارتفاع الجبل الاول، وانت عايز تجيب ارتفاع الجبل الثاني، هاي المعادله الاولى صح؟ هل تجمعهم مع بعض؟ هل تجمع الارتفاعين؟ غلط. غلط، المفروض تطرحهم. يبقى انت هتاخد الكبير ده اهو اللي هو 6795 من 1000، تطرح منه ايه؟ اكس، يديك اول ايه؟ واحده. تمام. عاوز ايه؟ ها؟ كنت اقول ان دي تبقى صح. انت ما في في اجابه كمان، برافو عليك. طب شاور هنا، ما تحط صبعك هنا معايا هنا. تحط صبعك هنا. ها؟ هناخد مين؟ ب صح. طيب اللي بعدها اكس زائد 3 و 76 من 100 بيديك 6795 من 1000، صح؟ ممكن اعملها كده برضه، ايه مجموع الارتفاعين بيديك الارتفاع الكلي. طبعا دي غلط، ما ينفعش الاكس اطرح منها، وما ينفعش اجمع على الكتله على الارتفاع الكبير، غلط، لازم اجمع الارتفاع الصغير والارتفاع الصغير عشان يدي ارتفاع كبير. تمام؟ فهمتوا يا اولاد؟ واطرح من الارتفاع الكبير يديني الارتفاع بتاع الجبل الاولاني. مسألة تانية برضو، مسألة كلامية، بيقول لي سجلت محطة أرصاد جوية في وادي النيل أعلى درجة حرارة السنة الماضية وكانت 38 درجة، 38 درجة مئوية، وأقل درجة حرارة كانت 15 درجة مئوية، استخدم عز هذه المعلومة لكتاب المعادلة. ها، 38 ناقص 15 بيساوي إكس، ما الذي يمثله الرمز إكس في المعادلة؟ هل متوسط درجة الحرارة الذي سجلت في محطة الأرصاد الجوية السنة الماضية؟ هل أقل درجة حرارة سجلت في محطة الأرصاد الجوية السنة الماضية؟ هل الفرق بين أعلى وأقل درجة سجلت في محطة الأرصاد الجوية؟ هل المجموع أقل وأعلى درجة؟ طبعًا يا أولاد هو سجل 38 درجة السنة الماضية، كانت إيه؟ كانت درجة الحرارة، أعلى درجة حرارة كانت كام؟ 38 السنة الماضية، وأقل درجة حرارة كانت 15. يبقى هو بيجيب الفرق بين اعلى واقل درجه حراره سجلت في محطه الارصاد الجويه. يبقى لما يجي يطرحهم من بعض ده عباره عن ايه؟ عن الفرق بين اعلى واقل درجه حراره سجلت، لكن ما ينفعش يبقى المجموع، وما ينفعش يبقى اقل درجه حراره سجلت في محطه الارصاد الجويه السنه الماضيه، وما ينفعش متوسط درجه الحراره التي سجلت في محطه الارصاد الجويه السنه الماضيه. فهمته؟ فهمت كده السؤال؟ يبقى ما يطرح درجة الحرارة الأولى والتانية من بعض، يبقى هو بيجيب الفرق بين أعلى درجة وأقل درجة، يعني يقول لك أعلى درجة كانت 38 وأقل درجة كانت 15، يبقى هيطرحهم يجيب الفرق بينهم. سيسافر سمير من أسوان إلى الأقصر، إجمالي المسافة التي سيسافرها، المسافة كلها 239.1 كيلومتر، والمسافة التي سافرها إلى الآن 104.7 كيلومتر، تمثل معادلة ام زائد 104.7 من عشرة بيساوي 239.1 من عشرة. هذه المسألة، المعادلة دي تمثل هذه المسألة، ويمثل الرمز ام المسافة المتبقية التي سيسافرها سمير. ما المسافة المتبقية التي يسافرها سمير؟ طبعا تطرح. يبقى انت ممكن تستخدم النموذج الشريطي في ايجاد المسافة المتبقية، انت تطرح يعني. ممكن تعمل النموذج الشريطي كده زي ما احنا حافظين يا اولاد من سنة رابعة. بنعمل هنا ام، وهنا العدد 104.7 من عشرة، وهنا 239.1 من عشرة. يبقى عشان تجيب ام اللي هي المسافة المتبقية، هتطرح المسافة الكلية اللي هي 293.1 من عشرة، تطرح منها 104.7 من عشرة. لما تيجي تطرح 1 ناقص 7 ما ينفعش، تستلف من التسعة، تبقى 8 و1 11، 11 ناقص 7 ب4، نعمل علامة 8 ناقص 4 ب4، 3 ناقص 0 هي 3، 2 ناقص 1 بايه؟ 1، والمسافة طلعت بايه؟ بالكيلومتر. السؤال اللي بعده بيقول لي متوسط الأمطار التي تسقط على الإسكندرية في مصر في شهر يناير كانت 5.1 سنتيمتر، وإجمالي متوسط الأمطار في يناير وفبراير كان 7.9 سنتيمتر. يمكن تمثيل هذه المعادلة كالتالي: اكس زائد 5.1 يساوي 7.9. ستحل داليا هذه المعادله بطرح 5.1 من 7.9. اي جمله من ما يلي صحيحه؟ استراتيجيه داليا صحيحه، وسيكون متوسط الامطار في شهر فبراير كذا. تعالى كده، يبقى الاكس بتساوي عشان اجيب او 7.9 ناقص 5.1
تسعة ناقص واحد بتمانية وسبعة ناقص خمسة باتنين، يبقى الناتج بتاعنا ايه؟ ها استرجيت داليا ايه صحيحة، وسيكون متوسط الأمطار في شهر فبراير اللي هو ايه؟ اتنين وتمانية من عشرة. يبقى هي عامل استراتيجية صحيحة ان هي دي راحت من بعض، فاهمين؟ تعال نشوف الصفحة اللي بعدها بيج صفحة 12. كل دي يا أولاد نماذج الوزارة نازلة جديدة على النت، ذاكروا معايا وركزوا إن شاء الله الامتحان هيجي زيها. إجمالي المسافة التي سارتها فاطمة عندما كانت في محمية وادي الريان هي 5.5 كيلومتر، وسارت فاطمة مسافة 2.731 كيلومتر في المحمية قبل التوقف لالتقاط صورة البحيرة. يوضح حل المعادلة نقط أن فاطمة سارت لمسافة كذا، أنهي معادلة بقى تبقى صح؟ هي المسافة كلها كانت كام؟ كانت 5.5 ومشت مسافة 2.731، يبقى تطرحهم من بعض، أنهي معادلة في دول صح؟ المعادلة الصح إن تبقى 2.731 زائد إكس بتساوي 5.5، يبقى ناخد أنهي معادلة؟ هاخد المعادلة الثالثة. طب عشان تجيب الإكس هتطرح، يبقى الإكس بتساوي هقول له 5.5 ناقص 2 علامة 7.3.1. لما أجي أطرح لازم أساوي الأجزاء، هنا تبقى 10 وهنا تبقى 9 وهنا تبقى 4. 10 ناقص 1 ب 9، 9 ناقص 3 ب 6، 4 ناقص 7 ما ينفعش، 14 ناقص 7 ب 7، و4 ناقص 2 ب 2. هيطلع 2 علامة 7 6 9 اللي هي 2.769 جزء من 1000. فهمنا الطريقة يا أولاد؟ يبقى المعادلة هتكتبها صح، النموذج الشريط وتحله. ما قيمة إكس في المعادلة؟ إكس ناقص 825 من 1000 بيديك 12.5. هنا يا ولاد قبل الطرح بنجمع، يعني عايز تجيب مطروح منه تجمع. لما بنعمل برضه نموذج الشريطي زي زمان ما كنا بناخد سنة رابعة نموذج الشريطي والسنادي برضه قبل الطرح بيتحط فوق. وتجمع العددين مع بعض اللي هي 825 جزء من 1000 و12.5، يبقى الإكس عشان تجيبها هتجمع ال 825 من 1000 وال 12.5. لما تيجي تجمع بتساوي الأجزاء 0.5 هي 5، 0.2 هي 2، 5.8 13، 3 ونطلع بالواحد على 2 تبقى 3، 3 والصفر هي 3 وننزل 1. فإكس قيمتها هتساوي 13.325 من 1000. طيب اللي بعدها، ذهبت ميساء إلى السوق واشترت 2.83 كيلو جراما من المانجو والكمثرى. كتلة المانجو كانت 1.64 كيلو جرام. أكمل معادلة التي يمكن حلها لإيجاد الرمز B والذي يمثل كتلة الكمثرى التي اشترتها. هي اشترت ايه؟ كتلة، اشترت مانجا وكمثرى. الكتلة دي كلها تمثل المانجا والكمثرى. المانجا بس كانت كتلتها 1.64، يبقى الرمز B أنهي واحدة فيهم؟ ها؟ يبقى أنا عندي B زائد بي زائد 2.83 جزء من مية. طب انت خد بالك البي اللي هي الناقصه، يعني انت تروح من الكبيره لما دي كتلتين مع بعض، فاهم حاجه؟ يعني انت ممكن تكتب معادله ده هتقول 2.83 ناقص بي بيديك ايه؟ 1.64. يبقى نختار دول من بعض هنوصلهم، يعني تقول 2. طبعا بص هو بيحكم عليك في المساله ان انت تستخدم طريقه معينه، يعني انت مثلا بص انا هكتب لك دول بعدين افهمك، ركز معايا. هو بيقول لك انهي معادله، يعني تركب دول من هنا تختار مين وتختار مين تعمل معادله مظبوطه. انت عندك الكتله الكليه 2.83، لما تشيل منها بي اللي هي كتله الكمثرى هيديك الكتله الباقيه اللي هي كتله المانجو. دي طريقه، دي اللي حكم عليك بيها. طبعا انت ممكن كنت تعملها بطريقه ثانيه، ان انت كنت تقول 2.83 ناقص 1.64 بتساوي بي، بس الاجابه دي مش في الاختيارات. يبقى انت عندك حل اخر. حل اخر ايه؟ تقول له والله الكتله الكليه لما اشيل منها كتله الكمثرى هيديك كتله المانجا. ده الحل اللي هو فرضه عليك في المساله. يبقى انت تبقى عارف كل الحلول في دماغك عشان الحاله دي ده مش موجود. طب ما ممكن كان يجيب معادله ثانيه يقول لي بي زائد 1.64 يعني كتله الكمثرى وكتله المانجو الاثنين مع بعض كانوا كام؟ 2.83 كيلو ايه؟ كيلو جرام، صح كده؟ السؤال اللي بعده يا اولاد رقم 10 بيقول طبعا في الوحده الثانيه، دي اسئله في الوحده الثانيه يا اولاد. سارت داليا مسافه 4
و24 من 100 كيلو متر في محمية وادي الريان، و1.59 من 100 كيلو متر في محمية وادي الحياة. وادي الحياة، ما اجمالي المسافة اللي تسعتها داليا؟ هنجمعهم مع بعض، يبقى تجمع 4.24 من 100 زائد 1.59 من 100، 9 و4 13، 3 ومعايا الواحد، 3 و5 8، و4 1 5. فيبقى المسافة الكلية تجمعهم مع بعض بس، مفيش في حاجة السؤال ده بتجمعهم. السؤال اللي بعده رقم 11، أعطى المعلم لكل من آية وجنات وأمنية ثلاث معادلات مختلفة، وطلب من كل واحدة أن تكتب مسألة كلامية يمكن حلها بإيجاد المتغير في المعادلة. مسألة آية الكلامية المدرس أعطاها لها، ها بيقول إيه؟ أمس كان حجم الملفات على جهاز الكمبيوتر 312.89 من 100 جيجا بايت، حذفت اليوم 125.16 من 100 جيجا بايت، ما حجم الملفات المتبقية؟ يبقى أنهي معادلة هنا صح هنختارها؟ أنت عندك الباقي كام؟ هنعمله إكس، يبقى إكس زائد 125.16 من 100 هيديني 312.89 من 1000. دي مسألة كلامية لمين؟ لآية. دي مسألة كلامية بتاعت إيه؟ آية. فاهمين؟ يبقى آية كان في ملفات حجمها 312.89 من 100، حذفت 125.16 من 100، بقى معاها إكس. طب المعادلة التانية؟ بيقول لي هنا أمس كان حجم المساحة الخيالية في جهاز الكمبيوتر 312.89 من 100 جيجا بايت، إذا حذفت اليوم ملفات حجمها 125.16 من 100 جيجا بايت، فما إجمالي المساحة التي ستصبح خالية؟ يعني أنت عندك هنا 312.89 من 100، تمام؟ ده كان حجم الملفات الخالية على جهاز الكمبيوتر، وحذفنا اليوم ملفات كذا، إجمالي المساحة التي ستصبح خالية يعني دي إيه؟ دي مساحة خالية موجودة، وكمان هنحذف مساحة. تفهم الكلام؟ احنا امبارح مسحنا المساحة دي والنهاردة مسحنا المساحة دي، يبقى هنجمعهم مع بعض لان دول الاتنين هما ايه؟ اتحذفوا. يبقى احنا حذفنا المساحتين دول، عايزين نعرف المحذوفات قد ايه؟ المساحة الخالية قد ايه؟ هجمعهم، يبقى 312.89 من 100 زائد 125، اهي 312.89 من 100 زائد 125.16 من 100. يبقى دي مسألة مين؟ مسألة جنات. المسألة ده هي المعادلة ده هي يا أولاد جنات، معادلتها هتبقى ده هي، نكتب هنا جنات. طيب مسألة أمنية كلامية، أمس كان حجم المساحة الخالية على جهاز الكمبيوتر، دي المساحة الخالية، ها بعد حذف بعض الملفات تضاعف حجم المساحة الخالية، ما إجمالي المساحة أصبحت اللي تضاعفت؟ يعني تضاعفت يا أولاد، يعني حذفت إيه؟ مساحة كمان ضعف الموجودة، فيبقى عندك ايه؟ 312.89 هتتضاعف، هنجمعهم يعني، يبقى دي مسألة مين؟ أمنية. فهمتوا الكلام يا أولاد؟ أمس كانت حجم المساحة الخالية دي، النهاردة حذف ضعف المساحة دي، يبقى المساحة اللي حذفها النهاردة ها؟ عايزها الآن، عايز المساحة الآن اللي اتمسحت دلوقتي ضعف المساحة دي، يعني تجمع دي مرتين، يبقى دي مسألة أمنية. نشوف اللي بعدها. المسألة اللي بعدها يا أولاد، طلب المعلم من التلاميذ كتابة مسألة كلامية يمكن حلها بإيجاد قيمة المتغير في المعادلة 4.62 من 100 زائد n يساوي 9.17 من 100. كتب أمير المسألة التالية، صار أمير مسافة 4.62 من 100 كيلو متر من كيلومتر من أم السعد قبل أن يتناول الغداء، إجمالي المسافة التي سارها أمير في اليوم كانت 9.17 من 100 كيلو متر، ما المسافة التي سارها أمير بعد الغداء؟ يبقى دي صح، دي تنفع. فهمتوا؟ يعني أمير صار المسافة اللي هي 4.62 من 100 كيلو متر من أم السعد، بلد اسمها أم السعد، قبل أن يتناول الغداء، إجمالي المسافة التي سارها أمير في اليوم كله كانت 9.17 من 100، ده أهي. ما المسافة التي سارها أمير بعد الغداء؟ يبقى هنطرحهم من بعض. وكتب جمال المسألة التالية، اشترى صاحب جمال عمل مسألة وأمير عمل إيه؟ مسألة. مين صح فيهم؟ يعني بصوا حبايبي، يعني المستر المدرس قال انا عايز كل واحد يكتب مساله كلاميه على المعادله دي، فامير المعادله فمعادلته صح،
تعال شوف جمال المعادله اللي كتبها صح ولا القصه اللي كتبها. وهنا كتب جمال المساله التاليه: اشترى صاحب مطعم 9.17% كيلو جراما من البطاطس و 4.62% كيلو جراما من الجزر، ما اجمالي كتله ما اشترى؟ طبعا ده غلط، ما ينفعش. ليه؟ لان 9.17% دي ايه؟ ده العدد الكلي، ده التوتال، ما ينفعش ان هو يجمعهم مع بعض اصلا. فجمال كتب مساله غلط. يبقى هل كتب اي من التلاميذ مساله كلاميه يمكن حلها بايجاد نون؟ من هو؟ طبعا امير فقط اللي كتب المساله صح. مفهوم؟ نشوف السؤال اللي بعده. تعالوا نشوف يا اولاد المفهوم الثاني، العوامل المضاعفات، مثال عليه. اجب الاسئله التاليه: ما افضل تعريف مما يلي للعامل؟ العامل تعريفه ايه؟ هل ناتج ضرب عددين او اكتر؟ لا، ده حاصل الضرب. ناتج جمع عددين صحيحين او اكتر؟ لا، ده المجموع. عدد يمكن تقسيمه بالتساوي الى عدد اكبر؟ لا، غلط. عدد يمكن تقسيمه بالتساوي على عدد معطى، زي ما قول مثلا 25 تنفع تقسم على ايه؟ على 5. فهمت؟ فالخمسة احد عوامل عدد 25. عوامل عدد 25 الخمسة ونفسها والواحد، يبقى عدد يمكن تقسيمه بالتساوي على عدد معطى. رسمة هذا قوس قزح لعوامل عدد 45، اي عاملين غير موجودين في قوس قزح الذي رسمته هذا؟ في عاملين مش موجودين. قول لي يلا، مين عاملين مش موجودين هنا؟ طبعا 1 في 45 موجوده، و3 في 15 لسه. مين في الاختيارات؟ كم في كم يديك 45؟ الخمسه في ايه؟ في 9، يبقى دي اللي مش موجود. اي شجره عوامل مما يلي صحيحه وتوضح كل العوامل الاوليه لعدد 72؟ 72، تعالوا نمشي كده يا اولاد مع بعض. 72 8 في 9، ها؟ 9 3 في 3، وال 8 2 في 4 و 2 في 2، دي صح، أول واحدة صح، اللي هي هاء يعني. طبعًا دي غلط، لأن هنا 3 في 9 ما بتديش 18، دي غلط. 18 المفروض 2 في 9، ماشي؟ يبقى 72 غلط. طيب هنا يعني 72 المفروض تقول 4 في 18، بس 18 2 في 9، ما تقولش 3 في 9. 72 المفروض تقول 2 في 36، دي غلط. تمام؟ طيب السؤال ب، ال 72 6 في 12 ب 72، دي صح. وال 6 3 في 3 غلط، يبقى الغلط هنا. ال 3 في 24 ب 72، 3 في 24 2 في 4، 3 في 4 ب 12، 2 في 3 ب 7. ها؟ اختر اجابتين، مفيش الاجابه ايه؟ ب. يبقى دي الاجابه دي صح، لان هنا 3 في 24 ب 72. عايزين نتأكد، نضرب 3 في 4 ب 12، 2 ومعايا الواحد، 2 في 3 ب 6 1 7. وال 24 3 في 8 و 8 2 في 4 وال 4 2 في 2، يبقى الإجابة دي صح، هتاخد الإجابة ب وتاخد الإجابة إيه؟ هاء، يبقى إجابتين صح، اللي هي هاء دي صح والإجابة دي إيه؟ صح. تمام، هات الصفحة اللي بعدها، صفحة 16. صفحة 16 أهي، احنا ماشيين بالترتيب يا أولاد من نماذج الوزارة اللي نازلة على النت. انظر إلى شجرتي العوامل التاليتين العددين 60 و 45. استخدم شجرتي العوامل للعددين 60 و 45 لجمع الجدول الآتي بالإجابات الصحيحة. العدد 12 هو ولا ليس من العوامل المشتركة للعددين 60 و 45؟ ركز معايا كده يا حبيبي. شجرة العوامل ال 45 قلنا 5 في 9 و 9 في 3 في 3. ال 60 6 في 10، ال 6 2 في 3 وال 10 2 في 5، يبقى ال 60 2 في 3 في 2 ب 5. بيقول لي بقى استخدم شجره العوامل اللي فوق دي للاجابه. هل ال 12 عامل من المشترك عوامل مشتركه لل 60 وال 45 يا اولاد؟ غلط، لان ال 12 ما هيش موجوده، يعني ال 45 ما ينفعش تقسم على ال 12. تمام، هي ال 60 تنفع تقسم على 12، لكن ال 45 ما ينفعش تقسم على 12، يبقى اكتب ليس. يبقى ليس من العوامل المشتركه. عوامل مشتركه يعني ينفع العددين ده هم كل واحد فيهم يتقسم على 12. طب العدد 15 نقط من العوامل المشتركة للعدد 45 و 60، صح. ليه؟ لأن ال 60 عبارة عن 3 في 5، اضرب كده 3 في 5 ب 15 موجودة. وال 45 3 في 5 ب 15 موجودة أهي. فال 60 تنفع تقسم على 15 وال 45 تنفع تقسم على 15، يبقى العدد 15 هو من العوامل المشتركة للعددين 45 و 60. طيب العدد 18، شوف كده ال 18، ال 18 مش موجودة هنا يا مستر. يعني ال 45 ما ينفعش اقسم على 15، فال 18 ليس من العوامل المشتركه للعددين. طيب اشترى طاهر
بعض ثمار التين في أكياس، وبكل كيس 8 ثمار. أي عبارة مما يلي تحدد إجمالي عدد الثمار التي اشتراها طاهر؟ ها حبيبي، طاهر اشترى بعض الثمار التين في أكياس، كل كيس حط فيه إيه؟ 8 ثمار، كل كيس حط فيه 8. يلا حبيبي، ها يعني كل كيس حط فيه 8، دي مضاعفات العدد 8. هذا المضاعف للعدد 8. تمام؟ يبقى أنا أقول إيه؟ اشترى طاهر بعض ثمار التين في أكياس، كل كيس حط 8، حط هنا 8 وهنا 8 وهنا 8 وهنا 8. أي عبارة مما يلي تحدد الإجمالي، إجمالي الثمار التي اشتراها؟ يبقى عدد هيبقى مضاعف لعدد إيه؟ 8، يعني عدد ينفع يتقسم على إيه؟ 8. يبقى بعض ثمار التين حطها في أكياس وكل كيس 8، أي عبارة تحدد إجمالي الثمار؟ يبقى الإجمالي مثلا يعني يا أولاد 32، ال 32 ده مضاعف لعدد 8، ما ينفعش يبقى عامل 8، ما ينفعش يبقى عدد مضاعف ل 8، ترى تنفع تقسم على 8، لا عدد افهم، ينفع تقسم على 8 و 12 مع بعض. فاكر طريقة التحليل؟ ال 8 عبارة عن 2 في 2 في 2 صح؟ وال 12 2 في 2 ب 4، وال 2 في 4 بإيه؟ و 2 في 2 ب 4 وال 4 في 3 ب 12، بنعمل دايرة كده، دايرة دايرة دايرة، ننزل من هنا ناخد 2، وهنا من الدايرة دي ناخد 2، والدايرة دي ناخد 2 و 3. يبقى 2 في 2 ب 4، 2 في 4 8، 3 في 8 3 في 8 ب 24. 24، ال 24 موجودة؟ لا. تقوم اعمل ايه؟ تزود 24 كمان على 24. يبقى 8، لا. ايوه قول صح. 48. هل موجودة؟ لا. زود كمان عليها 24. 8 و 4 12. 2 واطلع بايه؟ على 2 تبقى 3 و 4 7، 72 موجودة اهي. صح؟ يبقى انت كل مره بتزود كام؟ 24، زود كمان 24 على 72. لو طلع الناتج اللي في الاول مش موجود يزود. ايوه، يبقى انت لازم تحلل الاول وتعمل دوائر وتاخد من كل دايره رقم وتضربهم في بعض، يبقى انت كده جبت ميم ميم الف المضاعف المشترك الاصغر هيطلع بكام؟ ب 24. بعد كده بتجيب مضاعفات ال 24 اللي كنا شرحناها قبل كده بالتفصيل، لازم نراجع على الدروس القديمه. خلاص؟ شوف الصفحه اللي بعدها. هنا بيقول لي ايه؟ اختر القيمة الصحيحة من بنك الإجابات واللازمة لحل المسائل الكلامية في الجدول التالي وضعها أمام المسألة المناسبة، يعني هتقول عامل مشترك أكبر ولا مضاعف مشترك أصغر؟ فاكرها المسائل دي؟ درس اللي هو عوامل أو مضاعفات، درس مهم أهو، يعني تقول له المسألة دي بتتكلم عن عامل مشترك أعلى ولا مضاعف مشترك أصغر؟ ها؟ درس جديد ومهم. الدروس كلها مهمة. لدى بسمة حديقة عرضها 8 متر، ولدى فرحة حديقة عرضها 12 متر. تريد الفتاتان تقسيم الحديقتين إلى إيه؟ أجزاء لها نفس العرض وإيه؟ وبأكبر عرض ممكن. يعني إيه يا مستر؟ يعني ال 8 دي وال 12 دي عرضها ودي عرضها. عايزين إيه؟ نقسم الحديقتين إلى أجزاء لها نفس العرض. خد بالك يعني انت مش هتجيب حاجه زياده، انت حدودك 8 و 12، يبقى انت هتجيب ايه؟ العامل المشترك الاعلى، يعني اكبر عدد ينفع 12 و 8 يتقسموا عليه هو الاربعه. يبقى ايه؟ ها؟ يبقى تريد الفتاتان تقسيم الحديقتين الى اجزاء لهما نفس العرض باكبر عرض ممكن، يبقى اكبر عرض ممكن بينهم هيبقى العامل المشترك الاعلى بينهم اللي هو كام؟ اللي هو اربعه. افهم المسائل، افهم المسائل حبيبي. التمانية ده عرض الحديقة الأولانية، والحديقة التانية عرضها 12، يبقى أنت ما ينفعش توسع في عرض في العرض بتاع الحديقة، هو ثابت. طالما ده ثابت وثابت يعني مش قابل للزيادة، يبقى أنت التمانية وال 12 هتشوف ينفعوا يتقسموا على إيه؟ أكبر عدد ينفعوا يتقسموا عليه هو العامل المشترك الأعلى اللي هو الأربعة. تمام؟ فهمت كده المسألة؟ طيب، تسير هالة في المنتزه كل 4 أيام، وتسير داليا في المنتزه كل 5 أيام. صارت الفتاتان اليوم الأول في المنتزه وتريدان أن تعرفا بعد كم يوم ستكونان المرة القادمة التي ستسيران فيها معا في المنتزه. يعني إيه يا أولاد؟ يعني هالة بتمشي في المنتزه كل 4 أيام، وداليا بتمشي كل 5 أيام، يبقى هي في الزيادة أهو، ها 4 8 12 16 20 5 10 15 20، يبقى استخدمنا المضاعف المشترك الأصغر، طلع بكام؟ ب 20. يبقى هيتقابلوا بعد 20 يوم.
مسألة بعدها، اشترى إيهاب فنجانين قهوة وأطباق للمقهى الذي يملكه. إيهاب عنده قهوة، اشترى فناجين وأطباق. اشترى الفنجانين في صناديق، حط الفناجين في صناديق، وكل صندوق 8 فناجين، كل صندوق حط فيه 8. وكذلك اشترى في الأطباق في صناديق، وبكل صندوق 10 أطباق. يريد إيهاب أن يكون لديه العدد نفسه من الفناجين والأطباق، ولكنه يريد شراء أقل عدد ممكن من الصناديق. مسألة عايزة تركيز. إيهاب اشترى إيه؟ فناجين قهوة، بس الفناجين كانت موجودة في صناديق، كل صندوق كان فيه 8 فنجان، كل صندوق فيه 8 فنجان، ماشي؟ يفهم المسألة. واشترى صناديق كل صندوق فيه 10 إيه؟ أطباق، كل صندوق فيه 10 أطباق. يريد إيهاب أن يكون لديه نفس العدد من الفناجين والأطباق، عايز نفس العدد من الفناجين يكون نفس العدد من الأطباق، بس عايز أقل عدد. دي طبعًا مسألة إيه؟ مضاعف مشترك أصغر. يبقى هو المفروض يشتري 80 فنجان و80 إيه؟ طبق. طب أقل حاجة هتبقى كام؟ 40 يا أولاد. ليه ال 40 يا مستر؟ لأن الثمانية والعشرة المضاعف المشترك الأصغر لهم 40، يبقى أقل عدد من الصناديق هيجيبها هيستخدم طريقة إيه؟ ها؟ طريقة إيه؟ المضاعف المشترك الأصغر. يبقى هيحتاج كم صندوق للأطباق؟ هيحتاج 4 صناديق للأطباق، وهنا الصندوق اللي فيه 8 فناجين هيحتاج منه 5، يعني هيجيب 5 صناديق من الفناجين. حبيبي انت فاهم؟ ها؟ اقول تاني. بص معاه، بص هو فاتح قهوة جديدة وعنده، جه يشتري، الراجل قال له الصندوق هيكون فيه كم فنجان؟ 8 فنجان. افهم المسألة، كل صندوق فيه 8 فنجان، وكل صندوق فيه 10 أطباق. ماشي؟ هو عايز يعرف اقل عدد هيجيبه بحيث الفناجين والاطباق، يعني عايز يكون نفس العدد من الفناجين والاطباق، يبقى عايز يشتري عدد فناجين واطباق زي بعض. فاحنا هنجيب المضاعف المشترك الاصغر لهم اللي هو 40. ال 8 طريقه المضاعف المشترك الاصغر بتقول ال 8 ده عباره عن 2 في 2 في 2، وال 10 عباره عن 2 في 5. لما تيجي تجيب المضاعف بتعمل دايره على الارقام المكرره، بتقول له ميم ميم الف مضاعف المشترك الاصغر 2 في 2 في 2 في 5، يطلع بكام؟ 5 في 8 بايه؟ ب 40. يبقى هو محتاج 40 فنجان و40 طبق. طب يبقى كام صندوق من هنا؟ ها؟ هيحتاج 5 صندوق فنجان، 5 صناديق فنجان. ليه؟ لان 5 في 8 ب 40، ويحتاج 4 صناديق، 4 صناديق ايه؟ للاطباق. فهمت؟ فالطريقه اللي هيستخدمها طريقه المضاعف المشترك الاصغر. يبقى طريقه ايه؟ ميم ميم الف بينهم اللي هو كام؟ 40. هو عايز بس الطريقه، يعني لان 5 في 8 ب 40 و4 في 10 ب 40. دي طريقه حل المساله. لو كان عايز يقول لك هياخد كام صندوق لو طلب بقى صعب المساله، او ممكن طريقه سهله، لو كان الصندوق الواحد كان فيه 8 فناجين و10 اطباق، ف 8 في كام تدينا 40؟ 8 في 5 و10 في كام؟ ب 40 في 10 في 4. هو عايز الطريقه اللي استخدمها. برافو عليك شاطر. طيب هنا لدى كمال 6 قطع من البقلاوه و9 قطع من البسبوسه. يريد كمال ان يعطي العدد نفسه من القطع من كل نوع حلوى لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء من غير اي باقي من الحلوى. فاهمني؟ يعني ده معاه 6 قطع بقلاوه و9 قطع ايه؟ بسبوسه. عايز يوزع عليهم اكبر عدد ممكن، طبعا عن طريق العامل المشترك الاعلى. فهمت؟ 6 قطع و9، العامل المشترك الاعلى بينهم اللي هو كام؟ اللي هو 3. يبقى هيدوا كل واحد من اصدقائه ايه؟ 3 قطع بقلاوه و3 قطع ايه؟ بسبوسه. تمام؟ يبقى 3 العامل المشترك الاعلى بين التسعه والسته اللي هو ايه؟ 3. يبقى اكبر عدد من الاصدقاء هيدي لهم متساوي اللي هم 3 ايه؟ اصدقاء. هيوزع على 3 من الاصدقاء، كل واحد ياخد قطعتين من البقلاوه وياخد ايه؟ 3 قطع من البسبوسه. فهمت؟ يبقى هيوزعها على 3 اصدقاء، 3 اصدقاء اهم. الصديق الاول هياخد 2 بقلاوه ودي 2 بقلاوه ودي 2 بقلاوه، وده ياخد 3 قطع بسبوسه و3 قطع بسبوسه و3 قطع بسبوسه. يبقى اكبر عدد هياخد 3 اصدقاء بالتساوي، عشان ما يتبقاش حاجه معايا يعني. العامل المشترك الاكبر للعددين 24 و18، مين اكبر عدد ينفع ال 24 و18 يتقسموا عليه؟
تعرف تقولي بسرعة من دماغك كده؟ تلاتة ولا ستة ولا تسعة ولا 36؟ العامل المشترك الأعلى بين ال 24 وال 18، يعني أكبر عدد ينفع ال 24 وال 18 تقسمه عليه، مين هو؟ ها ال 24 تنفع تقسم على الستة وال 18 تقسم على إيه؟ على الستة أهو. طب مش عارفها يا مستر، بعمل طريقة التحليل. ال 24 2 في 8، وال 8 2 في ال 4، وال 4 2 في 2، ال 18 2 في 9، وال 9 عبارة عن 3 في 3. تمام؟ ال 24 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8. قلنا التاني كام يا اولاد؟ 3 في 2 ب 24 دي 3 اهي. فتقوم عامل الدايره على ايه؟ على ال 3 كده. وتاخد دايره هنا، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6. يبقى العامل المشترك الاعلى بكام؟ ب 6. يبقى تاني يا اولاد ال 24 هنقول كام؟ اللي ممكن نعملها طريقه التحليل اهي، فاكرها؟ ال 24 بنعمل دايره كده. عوامل الاوليه بقى ال 2 في 12، وال 12 2 في 6، وال 6 2 في 3. بتقول له ايه؟ ها 2 في 2 في 2 في 3 اهي، 2 في 2 في 2 في 3. تمام؟ وهنا ال 18 هنقول له عباره عن ايه؟ 2 في 3 في 3. خلاص، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6، يعني العامل المشترك الاعلى بينهم اللي هو ايه؟ 6. طيب العامل المشترك الاصغر للعددين ايه؟ صلحها بس، هي غلطه اسمها مضاعف المشترك الاصغر. يبقى م م ا مضاعف مشترك اصغر للعددين 9 و12 و36، لان مفيش حاجه اسمها عامل مشترك اصغر. عامل مشترك اصغر هو الواحد، لان الواحد ده هو العامل المشترك لجميع الاعداد، والمضاعف المشترك لجميع الاعداد هو الصفر. بكده نكون خلصنا يا اولاد مراجعه من نماذج الوزاره، ان شاء الله مستمرين، تابعوني باستمرار، وهننزل دائما مراجعات منوعه. اتمنى تكونوا فهمتوا يا اولاد، ذاكروا كويس، وربنا يوفقكم ان شاء الله في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.